في البداية مرحبا بكم. طبعا استهدافات الاحتلال التركي التي استمرت على مدى 3 أيام سواء مدن مقاطعة الجزيرة أو مقاطعة كوباني الفرات ومقاطعة الشهباء وعفرين. طبعا نبدأ من مقاطعة الجزيرة، كان هناك استهدافات كثيرة لقامشلو، رميلان، ديريك وعمودة، وأيضا تلتمر كان هناك استهدافات لها. من قامشلو نبدأ، أول استهدافات كانت أو آخر الاستهدافات التي تمت ليلة أمس لقامشلو كان على حاجز النعمتلي الواقع الشرقي قامشلو، مما أدى إلى احتراق الحاجز وهو عائد لقوى الأمن الداخلي. وأيضا كان هناك استهدافات لساتكوب والذي يقع على مقربة من سجن علاية، وهذه المرة الرابعة التي يتم فيها استهداف مركز الساتكوب والذي يقع على مقربة من سجن علاية ولا يتواجد فيه خلايا وسجناء من مرتزقة داعش الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال عمليات لقوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي وقوات مكافحة الإرهاب مع التحالف الدولي، وهؤلاء يشكلون خطرا على مدن شمال وشرق سوريا. أيضا كان هناك استهداف لمحطة القطار وكان هناك أضرار كبيرة نجم عن الاستهداف الذي لحق بالمحطة. أيضا محل المركز أو معمل البرغل الواقع في قرية القرباوية احترق نتيجة استهدافه من قبل طائرات استطلاع تابعة للاحتلال التركي. طبعا أكثر من 40 استهداف تم استهدافها مدن شمال وشرق سوريا، أغلبهم كانت في مدينة قامشلو. أيضا عمودة تعرض حاجزي الجنوبي وحاجز الشرقي للاستهداف، وأدى ذلك إلى احتراق حواجز التابعة لقوى الأمن الداخلي في مدينة عمودة، وهذا الأمر يعد خطيرا في هذه الأوضاع التي يمر بها الأوضاع الأمنية الحرجة التي يمر فيها مدن شمال وشرق سوريا، والخطر الذي يشكله طائرات الاحتلال التركي. هذا الأمر يعد خطرا، يعد فرصة و يعطي مجال لخلايا مرتزقة داعش للقيام بتحركات وإعادة تكوين نفسه والقيام بعمليات إرهابية. ونحن على أعتاب خلال أيام سوف يكون هناك احتفال العالم بأعياد رأس السنة، لذلك هذا الأمر يعد خطيرا، وهذا الأمر يعني يحدث خللا أمنيا في مدن شمال وشرق سوريا، ويفتح المجال لخلايا مرتزقة داعش للقيام بتحركات وإعادة تكوين نفسه والقيام بعمليات إرهابية. أيضا مدينة كوباني أو في كوباني تم استهداف حواجز الأمنية التابعة لقوى الأمن الداخلي، 7 حواجز أو 7 تمرات تم استهدافها، واحترقت الحواجز التي تم استهدافها في تلك المنطقة. أيضا مدينة رميلان، مستودع القمح في مدينة رميلان أو صوامع القمح تم استهدافه في مدينة رميلان وهي تابعة لمدينة قامشلو. أيضا محطة الطويبية التابعة في رميلان تم استهدافه، والكثير من المراكز الأخرى التي هي لا زالت تحت تهديد طائرات الاحتلال التركي ومدفعيته الثقيلة. قبل قليل طبعا من مصادرنا من مدينة تلتمر أو من ناحية تلتمر تم استهداف، وهذه الأخبار عاجلة، تم استهداف قرية الطويل وقرية الطويلة الآهلتين بالسكان من قبل المدفعية التركية والفصائل الإرهابية أو الفصائل التابعة أو التي تنضوي تحت ما تسمى بالجيش الوطني. تم استهداف قريتي الطويلة ولا زالت الاستهداف متواصلة على قريتي الطويلة وتلطويل التابعتين لناحية تلتمر. بشكل عام لا زال طائرات الاحتلال التركي في سماء مدن إقليم شمال شرق سوريا، وبالتحديد ديريك، تربسبية، قامشلو، عمودة، دربيسية، تلتمر، وأيضا المدن التابعة لمقاطعة كوباني والفرات في كوباني، وأيضا مقاطعة الشهباء وعفرين. أيضا كان هناك تهديدات إرهابية من قبل الاحتلال التركي عبر استهدافها بطائرات مسيرة ليلة أمس. طبعا كما ذكرت أكثر من 40 استهدافا جلها من عبر الطائرات المسيرة التي تم استهداف بها شمال شرق سوريا. نعم نعم سيد سليمان، يعني ذكرت أنه هناك أكثر من مرة استهدف فيها الاحتلال التركي محيط سجن علاية،
لماذا هناك إلى الآن صمت من قبل التحالف الدولي، خاصة يعني أن هذه الجهود تعرقل، أو عفوا هذه الهجمات تعرقل جهود محاربة تنظيم داعش الإرهابي وتشكل خطر على المنطقة؟ يعني في سجن علاية هناك الآلاف من عناصر داعش يقبعون هناك، وربما يعني تحدث عمليات فرار كما حصل في مرات أخرى في سجن الصناعة. طبعا المخاوف حاليا هي من قيام بعمليات إرهابية، إعادة تكوين خلايا داعش لأنفسهم والقيام بعمليات إرهابية في مدن شمال وشرق سوريا، وخصوصا كما ذكرت سابقا نحن على أعتاب الاحتفال بأعياد الميلاد في العالم، وفي هذه الأوقات وفي هذه الأعياد دائما خلايا داعش يقومون بعمليات إرهابية حول العالم، وخصوصا في مدن شمال وشرق سوريا لا زالت هذه الخلايا تقوم بتحركات، والدولة التركية من خلال هذه الاستهدافات تفتح لهم المجال أو تسنح لهم الفرصة للقيام بتحركاتهم وإعادة تكوين نفسهم والقيام بعمليات إرهابية. كما ذكرت استهداف محيط سجن علاية 3 أو 4 مرات، هذا الأمر يأخذ منحا خطيرا ويفتح المجال لتكوين داعش أو خلايا داعش لأنفسهم والقيام بهجمات على السجون بهدف إطلاق هؤلاء السجناء الخطيرين والذين يعدون من أخطر السجناء حول العالم. كما ذكرت سجن الصناعة كمثال كيف قام خلايا مرتزقة داعش بتجميع أنفسهم والقيام بعملية هجومية إرهابية على سجن الصناعة، واستمرت لأكثر من 7 أيام هذا الاستعصاء داخل السجن، وأيضا من خارج السجن كان هناك عمليات إرهابية. حاليا مخاوف أهالي شمال وشرق سوريا هي استهداف حواجز الأمنية التي تقع على مداخل المدن، الطائرات الاستطلاع التي تجوب سماء مدن شمال وشرق سوريا، مما يؤدي إلى انتشار القوى الأمنية على الأرض، وهذا يسنح ويفتح المجال أمام خلايا مرتزقة داعش للتحرك والقيام بعمليات إرهابية والقيام بأنشطتهم، ناهيك عن الدعم الكبير الذي يتلقونه من الاحتلال التركي للقيام بعمليات إرهابية في مدن شمال وشرق سوريا. طبعا استهداف كل استهدافات الاحتلال التركي سواء كانت على المنشآت المدنية والخدمية أو حتى المنشآت التجارية خطيرة، ولكن استهداف خلايا داعش وضرب الحائط كل هذه القوانين والمواثيق وكل عمل التحالف الدولي بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية لإنهاء خلايا داعش وإنهاء خطر داعش على المنطقة، هذا الأمر يعد خطيرا ويأخذ منحا خطيرا في هذا الاتجاه، وهناك مخاوف كبيرة من خلايا داعش للقيام بعمليات إرهابية. نعم سيد سليمان، نعم، ورغم ذلك يستمر الصمت الدولي من قبل التحالف الدولي أيضا، ولا شك أن هناك تداعيات كثيرة على المنطقة إذا استمر هذا الصمت واستمرت تركيا في قصفها المستمر على مناطق شمال وشرق سوريا. شكرا جزيلا لك سيد سليمان، كان معي من شمال وشرق سوريا سليمان الطويل إعلامي وصحفي، أشكرك على طيب هذه المداخلة.